لا يمر علي شهر إلا أحلم فقط في سجن عسقلان. ما في شهر يا بحلم إني بسجن عسقلان، يا في إضراب، يا أنا وشرطي، يا أنا في الزنزالة، يا أنا بقرأ، يا أنا بكتب. وأقسم لك ما في شهر إلا بأحلم في سجن عسقلان. ليش؟ في كينونتي، في 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 ذاتي، في تركيبتي سجن عسقلان. اللي قعدوا فترات طويلة بالسجن كان مفترض يخضعوا لشغلات كتير. أول إشي لفحوصات طبية، تأهيل، لأنه خلينا نقول هيك إنه في كتير دخلوا صغار. المفترض إنه على الأقل حد يقعد معهم، مش طالبين يعني إحنا مش طالبين أبصر شو اللي يعملوه. إحنا كل اللي طالبينه كان طبعاً بهذيك الفترة ما طلبناه، ما كنا نعرفه، إنه على الأقل حد يفهمنا شو هو هذا المجتمع. يعني الأحلام بشكل عام صارت قليلة، يعني يمكن لما أنت بتصير تعيش الواقع برياحة يمكن نوعاً ما، بتنوع، بتبطل الأشياء أشياء محددة تكون مؤثرة وبالتالي تجيك بالحلم، فبتجي أحلام هيك يعني عادية ما بطلت عم تجيني. ويمكن كمان أنا حررت حالي من عقدة الماضي، يعني تعاطيت مع الموضوع إنه إيه هذه حقبة أنا بدي أعيشها بس مش بألامها، مش بمعاناتها، في نوع من التصالح مع الماضي بالمشاكل اللي مريت فيها، بالصعوبات اللي مريت فيها. بس بالمقابل ليش صار التصالح؟ لأنه صرت عم شوف إنه الفوائد كمان هي مؤثرة، يعني مش فقط كلها مأساة وكلها ألم وكلها كذا، ما أنا صار في عندي شخصية معينة قدرت انتصر بمحطات متتالية تقريبا بداخل المعتقل، كان على السجان أو على ظروف الأسر، أو أنا طلعت بمستوى وعي على الأقل إذا كان متزن الواحد بكون هذا نجاح.